عدى عليا معاناة. ليه؟ لأن أنا لسه عندي الغدة بتفرز هرمونات وبطوة لعندي النهاردة. يقعدوا يشدوا فيها من هنا، يبهدلوا فيها من هنا، يضحكوا عليا، يتجمعوا مع بعض ويقعدوا يتكلموا عليا. انا مثلا لو رحت اكشف على اختي مثلا، لو طلعنا بره مثلا نروح على دكتور، تلاقي الكاميرات، تلاقي دي فتح كاميرات تصور علي فينا، تلاقي مثلا قاعدين يتكلموا علينا، تلاقي مثلا الاطفال يضحكوا علينا. دخلنا موسوعة جنس وخدنا شهادات، بس خدنا براويز، خدنا حاجة ان احنا دخلنا الموسوعة، لكن خدنا حاجة بعد كده ان هي تغير حياتنا. دكتور شافنا، يقول مثلا الناس دي نشوفهم عايزين ايه، واحد مثلا يشوفنا او الحكومة تشوفنا او يكرمونا مثلا، يعني المفروض يفتحوا نفسنا، المفروض مثلا يشجعونا، المفروض مثلا، لكن لا مفيش. كفوك علاج، ولا كفوك هدوم، ولا كفوك لبس، ولا كفوك اكل، ولا كفوك شرب، ولا كفوك معاناتي. طبعا في بيتي انا مش بقدر، الابواب برضه بتخبط في راسي، الابواب، المروحه، مش عارف، لان انا طولي يعني مختلف، مش الي بيت مثلا مهيئ على طولي، جسمي كله تعبني، وراسي تعباني، ومسرع النظر، وطبعا لسه عندي وقت بطول، يعني جسمي والعظام تعباني. النفسية تعبت، والله النفسية تعبت. طموحاتي ان ربنا يشفيني وتقدر اتعالج وظيفتي، امشي بين الناس اقول انا يا جماعة زي زيكم هم.